السلام عليكم، كيدير الاخوان؟ كل شيء بخير، الصحه مزيانه. اليوم جيتكم بالفيديو اللي كنت الاخوان كانوا طلبوا مني رجع لهم بالفيديو من بعد مرور 5 سنين على السقف اللي كنا هضرنا عليه ديال الياجور الاحمر اللي كنت درت له لقيته مع بعضيات ودرت فيه دوك البارات ديال الحديد. المهم السقف كما شفتوا النتيجه هي الصاله دابا يمفيني انا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد مرور 5 سنين. ها هو ما كاينش المشكل، ما كاين لا شق لا حتى شي حاجه كيف ما شفتوا معايا الفيديو اللي كان داز دابا يا مده تقريبا 5 سنوات كيف ما شفتوا معايا الطريقه كيفاش كانت. الفيديو راه ديجا مليو عندي في القناه ديالي. السقف من الطوب الاحمر كيف ما كتشوفوا الطريقه كيفاش كانت دازت، يعني كتاخذ بارات ديال الحديد كتقطعهم وكتزلقهم في هذا في هاد الياجور اللي استفدت بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كتعمر غير دوك التقاب اللي فيهم البارات ديال الحديد هما اللي كيعمروا، الاخرين كيبقاو خاويين. شفتوا معايا الطريقه هي كانت دازت. الطريقه راه جد فعال. انا بالنسبه لي انا راه جربتها في المحل عندي دابا لمده 5 سنين. يعني انا كنسكن تحت منها دابا، الضاله هذه كنسكن تحت منها انا، يعني ما كاينش غرام ديال المشكل. يعني درتها بمقارنه مع البوترين والوردي، يعني ما كاينش فرق، كاينش شي فرق. ربما انا ما خرجش عندي انا الشق انا فيها كاع، هي بالنسبه لي الضاله هذه اللي خدمت ما خرجش الشق فيها الفوق نهائيا، مع ان البوترين كيخرج في دوك البلايص ديال البوترين كيخرج فيهم الشق. هذه ما كاينش فيها الشق نهائيا بتاتا، ما كاينش الشق لا من الفوق لا من التحت. الطريقه كيف ما شفتوا معايا اقتصاديه وسهله يعني، وتقدر تخدم بها بلا ما تحتاج زعما شي خبره ولا، يعني الا كنتي معلم راك ديرها وصافي، ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه بالنسبه للمعلم يشوف الفيديو يخدمها. وتا الانسان اللي كانت عندك شي محل ولا شي حاجه صغير ما تحتاجش انت كاع في شي بلاصه اللي هي نقولوا ما تحتاجش ليها، يعني باش تجيب الورديه وتجيب البوترين ولا تجيب الكوفراج باش تسقف الدار بلا ولا شي حاجه، يعني غير هاد يكون عندك غير الياجور الاحمر والحديد يعني راك انت خدام. كما شفتوا معايا درا الفيديو اللي كان داز الطريقه ديالو كيفاش تخدم الطريقه بالتفصيل وواضحه مبينه. يعني كدير ثلاثه الياجورات حمرين كتزلقهم بحال ما هكاك وكتحط هاد السرديله بيناتهم، يعني اللي كتكون فيها واحد ثلاثه القطبان ديال العشره. ممكن لك تدعم اكثر الا بغيتي تزيد فورسي اكثر، تدعم اكثر دير 4 نتا كاع ولا شنو، ماشي مشكل. هذه بالنسبه لهاد الصاله راه فيها 4 متر على 4 متر، يعني راه عبار كبير ماشي عبار صغير. كتسير على هذيك الطريقه بحال ما هكاك، تستف السقف مزيان، ديما كتخلي بلاص السرديله تكون فيها تقريبا واحد 15 سنتيم ولا 20 سنتيم. بالنسبه للطريقه كيفاش كتخدم لي كادر هذا السقف اللي في جنب الصالة، كنا خلينا لاكور من بعد حنا بغينا نسقفو، لحين السقف كامل داز بسميتو، كامل داز بهاد الياجور الأحمر، كامل سقفنا دابا هذه المرحلة الثانية، زدنا سقفنا هذه غير زيادة، زادت كانت غتبقى لاكور هنايا. واحد لاكور صغير واحد الضواية ساعة ما عاودنا تاني تخلينا عليها حيدنا،
ديجا عندي انا لاكور في الكونت الاخر. عاودنا تيزدنا بنفس الطريقه كيف ما شفتوا معايا، حيت انا درت فيها تقريبا هذه جوج فيديوهات، كل فيديو الفيديو ديال الصاله والفيديو ديال هذا، انا دابا جمعتهم لكم في هذا الفيديو بجوج. تمت العمليه بنجاح، تعطي تحاول ترش بالماء مزيان حيت الياجور الاحمر كيبغي الماء شويه. راه الشبكه دايزه الفوق بوقت عندي 6 صافي، وكتعمر عادي. من بعد ما كتعمر بلاصه السرديله، الظلام الفوق ديك الفرشه كدير لها تقريبا واحد 6 سنتيم ديال البيطون فوق منها، يعني 6 سنتيم راه كافيه، ما تحتاج دير 8 ولا 10 ولا 12، 6 سنتيم راه كافيه باش باش تكون الظلام مزيان. 6 كاع حتى ل 7 هذا الجاي. من بعد كندوزو للضماج ديالنا، الرجله ديالنا مشتو معايا، الضاله هي دابا جاهزه. كيف ما وريتكم في البداية ديال الفيديو، ها هي الصالة من بعد 5 سنين ديال التجربة. ها هي الضالة راه مزيانة، 4 متر الصالة، فيها 4 متر على 4 متر، ما كاينش غرام ديال المشكل، ما كاين لا شق لا حتى شي حاجة. بالنسبة لهذا الشومبر تا هو كيفاش داير، تا هو الشومبر واحد، شفتو معايا ما كاينش لا شق لا حتى شي حاجه، والو ما كاين حتى حاجه. عندك هنايا قدام الصاله والشومبر كاين هاد الهال، الشومبر هذا رقم جوج تا هو نفس المشكل. هذا الشومبر رقم 3 تا هو نفس المشكل. تا هو كلشي مزيان تبارك الله. بالنسبه لهادي ابارطومون ديال 80 متر كامله تسقفات، انا جيتكم من السطح دابا من الفوق، هو السطح كان دايز ليه لا موزيك وباقي ما محكوكش، هو ما كاينش الشق من الفوق نهائيا، كاين شي حاجه ديال الشق ما كايناش. المهم هذه هي النهايه ديال الفيديو، نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، والتعليقات التعليقات يعني تخطونا رايكم في هذه الضاله هذه، وماشي مشكل التعليق واخا يكون، ما عنديش مشكل انايا التعليق واخا يكون، واخا يكون معارض زعما كاين تعارضني فيه ولا تقول لي لا هذه ولا، نتقبل اي تعليق.
يعني غير تكون انت كتفهم في الدومين ديال البني، ماشي ما تكونش كتفهم فيه وتنوض تقول واحد التعليق اللي ما فاهم فيه والو. يعني يكون عندك حتى خبره في البني، يمكن لك تعطي الاراء ديالك ولا تجرب تعطي واحد التجربه حتى هي، وماشي مشكل.